أهلا بكم مجددا وإلى نشرة الأخبار من قناة 29 أكتوبر، ونبدأها بالعناوين. استسلام مقاتلي أوكرانيا في ماريوبول، وأمريكا تفتح سفارتها في كييف. اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية، وتمويل أوكرانيا على رأس القائمة. وسط ضحك الجمهور، جورج بوش يهفو ويقول إن غزو العراق غير مبرر بدلا من غزو أوكرانيا. وإصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة في شمال ألمانيا، وتوقيف المهاجم. الحكم بالسجن لعامين على عروس داعش في ألمانيا. واتهام سويسرية بتنفيذ هجوم سكين لدوافع جهادية في لوغانو السويسرية. نمساوي صاحب أملاك في النمسا يحتال على الدولة ويحصل على مساعدات طارئة. وفتاة نيجيرية تطالب النمسا بتعويض قدره 100 ألف يورو بعد ترحيلها قصرا وإضاعة سنتين من عمرها في نيجيريا.